بيقولوا انه اوقات التاريخ بيعيد نفسه، لكن نحن تاريخنا مدري شو قصته بيضل يعيد نفسه. هي بتثقب اوقات انه التاريخ يعيد نفسه، لكن نحن تاريخنا ما بعرف شو قصته، بتثقب انه كل مرة بيعيد نفسه وبلش يطلع نفسه، وبكرة اذا ضل يطلع نفسه رح يستفرغ تاريخنا. بعرف انه بلوني بالزمانات ربي فيها فخر الدين وكبر، واليوم قاعد فيها كامل الاسعد وعم يصغر، والتاريخ بيعيد نفسه بس صار يتشايش نفسه وعم يتقايا. تاريخنا مش معقول بيضل يعيد نفسه، بس لأمتى؟ لأمتى بده يضل يعيد نفسه؟ يمكن تاريخنا مقاصص، عاطينه 100 سطر، عاطينه جملة يكتبها 100 مرة هي ذاتها. حكومة أقطاب، حكومة اتحاد وطني، مصالحة وطنية، مصالحة بين زعماء الوطن، 100 مرة بده يكتبها. معطر تاريخنا، بيجي تيقول شي تاني، بيجي تيعمل شي تاني، بيرجع يعيد نفسه. كل مرة بيجوا المظلومين بلبنان تيجمعوا بعضهم، بيلقولن 100 وسيلة تيتعربوا، الاسلام وحدهم والمسيحية وحدهم، والمظلومين بتمشي عليهم اللعبة وبيتعربوا، والتاريخ بيعيد نفسه. يا عمي اذا التاريخ عم بيعيدهم كرمالنا، ممنونين ونحن حفظناهن غيبناهن. كل مرة منسبهن وبيتحمسوا كل الناس ضدهم، وبس تجي الانتخابات بنركض منصير نلقط الناس تما يصوتولن، وما بنتوصل نلقط كل الناس، بيضل يزمت ناس يصوتولن وبيرجعوا يطلعوا. وقال اللبنانية عندهم ميزة مهمة كتير، بينسوا. وكل مرة بينسوا والتاريخ شو بده يعمل اذا هن نسيوا؟ التاريخ بيرجع يعيد نفسه. كل مرة بيطلع قايد جديد، بيقوموا المعذبين من الوكارة المعتمة وبيطلعوا فيه بيقولوا هذا هو، بيركضوا صوبه وبيضوي فيهم نتفة أمل شوي، وبيطلع عبكركي يا بيطلع عرمون، والتاريخ بيعيد نفسه. كل مرة بيطلع قايد جديد ثوري وحامل قضايا الشعب، بنفضوا الفقرة تيابن وبيلحقوه عن جديد، بيلحقوه وبترجع تطلع خبرية انه عم بيقبض من مطرح او انه عنده اتصالات خفية. وهيدي الشغلة صارت مش انه بتضايق، مش انه بتفاجئ او بتصدم، لا، لانه الشعب تعود على الصدمات. هالشغلة صارت بتزهق، صارت بتضجر، والتاريخ بيعيد نفسه. وبعد ما زهق تاريخنا، بعد ما ضجر، كيف إله جلادة يعيد نفسه هالقد؟ كل مرة بتجي تتبلش حركة معقولة تصير ثورة، بتنحرق كنيسة، بينضرب جامع، وبتكر مسبحة الجهل والعشائرية، وبيلتهوا المستغلين عن الاستغلال، وبيلقطوا محمد لجورج عن اخوانيقه، وعلي بيتعبش بجان، وبيطلعوا كيت، وبينبت لك واحد، وكل مرة بينبت واحد وبيقول نحن كلنا اخوة، والتاريخ بيعيد نفسه. العمى ولوه كأنه ما عنده من نفسه تاريخنا. هم بدهم بس ربع ساعة المسحوقين بلبنان، بدهم ربع ساعة بس يجتمعوا بشي ساحة، بشي دهليز، بشي أبو، بدون ما حدا يدرى فيهم، بدون ما حدا يعرف فيهم انه نلتقوا، بدون ما حدا يحكيهم، بدون ما حدا يقلهم شو لازم يعملوا. برا وحدة بس يجتمعوا ربع ساعة، يلتقوا، يطلعوا ببعضهم، بتياب بعضهم، تيشوفوا انه هي ذاتها،
تشوفوا انه التعتير هو ذاته والتعتير ما له دين, وانه التعتير دينه التعتير, وتشوفوا انه ايدين المكلكلة هي ذاتها. بس التاريخ بعيد نفسه وما قدروا اجتمعوا ولا مرة. تاريخ الست بست مكرر ما خليهم يجتمعوا قد ما بيكرر نفسه وبيعيد نفسه. تاريخنا ست بست مكرر, كل ما تخلص سنة مدرسية بيطلع فوج من التلاميذ حافظين تاريخ فرنسا, وفوج من التلاميذ حافظين تاريخ الدول العربية, وما بيطلع حدا حافظ تاريخ لبنان. والتاريخ تبع لبنان بكل آخر سنة مدرسية بعيد نفسه, ولكن التلاميذ بس يراجعوا قبل الفحص بيراجعوا غيره. شي بيراجعوا تاريخ فرنسا, شي بيراجعوا تاريخ الدول العربية, وتاريخنا بيراجع نفسه. كل ما يصير حرب بلبنان بتدخل عليها الطائفية بتحولها, بيمشي ناس بهالحرب المحولة وبيلتقى ناس ما يمشوا فيها, وبيلتقى ناس مثل حكايتنا يقولوا انه الطائفية عم بتضيع الحرب الحقيقية, وبيلتقى ناس يوافقوا على الحكي ويقتنعوا فيه ويهزوا بروسهم ويقولوا معكم حق وبيتأسفوا. وبيرجع التاريخ يعيد نفسه. يا اخو شليتي يا تاريخنا, يا اخو شليتي يا تاريخنا, بعرف كل الزعمة تبعنا داخلين فيك ونحنا كلنا داخلين فيك, بس يا اخو شليتي يا تاريخنا, شو جنسك؟ ولك شو جنسك؟ شو جنس الايام اللي بتمرق فيك؟ بس ليك بتطلع فيي منيح انا عم بحكيك, ما في انسان ما بيفهم, في انسان بيطول تا يفهم, اوقات بيطول كتير بس بيرجع يفهم. وما في شعب ما بيوعى, في شعب بيطول تا يوعى, اوقات بيطول كتير قدنا نحنا بس بده يرجع يوعى.